والنهارده تفقدت الدكتور هاله زايد وزيره الصحه والسكان مجمع مصانع الشركه القابضه للقاحات والامصال فاكسيرا في مدينه السادس من اكتوبر. ده لمتابعه كل الانجاز والتجهيز النهائي لخطوط الانتاج الجديده اللي بتصنع اللقاح بتجهيزات بلغت ما يقرب من 17 مليون دولار بالاضافه ل 80 مليون جنيه كانشاءات. وزيرة الصحة تفقدت أقسام المصنع المخصص لإنتاج لقاح فيروس كورونا واللي بيضم خط إنتاج وثمان معامل مركزية للرقابة على الأمصال وعلى اللقاحات اللي بتنتج فعلا، ومجمع الثلاجات المركزي اللي بيسعى لتخزين 150 مليون جرعة وطاقته الإنتاجية وصلت ل 3 مليون جرعة من اللقاحات في اليوم. بصراحة من الصور ومن الفيديو اللي معانا الخطوات بتتم بشكل سريع وإنجاز هايل ومهمة كبيرة جدا، ووزارة الصحة على قدر المسؤولية. وبنرحب بضيفنا دكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة. أهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك يا استاذ ريهام. اهلا يا استاذ عمرو. اهلا يا دكتور خالد. والحقيقه واحنا بنشوف الصور وجولتكم وجوله سياده الوزيره داخل المجمع، هو مش مجمع لصناعه اللقاحات، هو مدينه متكامله لتصنيع اللقاحات وتخزين اللقاحات في مصر. الحقيقه بالفعل هو مكان ضخم جدا. مجمع مصانع فاكسيرا مساحته الاجماليه تتجاوز 62 متر ل 62 الف متر مربع. بيتضمن مصنع اللقاحات الحيوية اللي مساحته حوالي 3500 متر مربع. الحقيقة الأعمال في المجمع ده أو في المصنع ده بدأت من 2008، توقفت من 2008 10 سنين لحد 2018. يعني تخيل حتى 10 سنين كاملة وقف الشغل في التجهيز. 10 سنين كاملة توقفت فيه الأعمال. الحقيقة يعني ما أعرفش، يعني ما حدش فتح الملف، ما حدش راح إنه يشغلها، لكن في الاخر اسباب كتير تتعلق بالتمويل وخلافه. الحقيقه منذ تولي السيده وزيره الصحه في عام 2018 وكان في اتجاه على راس الاولويات وهو اعاده وتطوير واعاده العمل بكل مصانع فاكسيرا سواء في العجوزه او في 6 اكتوبر، ويمكن والتخلص من مديونيات كبيره اللي كانت موجوده على فاكسيرا واللي كانت بتعوقها من العمل، لان فاكسيرا او الشركه القابضه للمستحضرات الحيويه واللقاحات بتنتج العديد من اللقاحات بخلاف لقاحات فيروس كورونا. واكيد المكان القديم بتاع العجوزه اكيد ما بقاش مكفي، ما بقاش يقدر تدخلوا فيه تكنولوجيا جديده او تتوسعوا فيه. ده في قلب شارع البطل احمد عبد العزيز والمكان مخنوق يعني. لا، هو المكان الحقيقه يا استاذ عمرو، هو المكان نفسه كشركه قابضه هو واسع، في شركات عديده، شركة بيطرية وشركات أخرى ومركز ضخم للتطعيمات. هو مكان واسع، لكن في الآخر المصنع اللي موجود هناك للقاحات طبعا أقل أو أضيق من المجمع الكبير اللي موجود في 6 أكتوبر، وده بيبان حتى في حجم الإنتاج. يعني حجم الإنتاج في مجمع 6 أكتوبر 6 أضعاف حجم الإنتاج في شركة العجوزة، لأن هي متنوعة وبتنتج العديد من اللقاحات. قلت لحضرتك فيها قطاع كامل وشركه كامله خاصه بخدمات نقل الدم والتبرع بالدم، يعني المكان هناك كبير في منطقه العجوزه. لكن الحمد لله احنا نجحنا انه السيده وزيره الصحه تحصل على موافقه مجلس الوزراء على اعفاء فاكسيرا من كافه ديونها المتعلقه، وبالتالي بدات اعاده او عوده العمل مره اخرى بكل طاقتها انها تشتغل لانتاج كل اللقاحات مش بس اللقاحات. والخطه الزمنيه يا دكتور، يعني اكيد يعني العامل الزمني هنا مهم خصوصا في الظروف اللي احنا فيها، يعني مع ضخامه المشروع اللي احنا شايفينه ده والامكانيات الكبيره اللي رصدناها سريعا بالارقام. خليني اقول لحضرتك احنا ان شاء الله خلال ايام قليله جدا هنستقبل اول منتج من فاكسيرا ساينوفاك بالتعاون مع شركه ساينوفاك الصينيه من خطوط الانتاج اللي موجوده في المقر العجوزه في شركه فاكسيرا. المصنع الخاص ب 6 اكتوبر واللي معالي الوزيره يعني تفضلت بزيارته اليوم، ان شاء الله خلال اسبوعين يكون المصنع جاهز وتم الانتهاء منه ويتم افتتاحه باذن الله. وزي ما حضرتك ذكرت ده 8 معامل مركزيه فيها احدث الاجهزه والخاصه بقياس جوده لقاحات كورونا. بيقوم يعني له عده مهام، اولها واهمها قياس ثبات المنتج النهائي تحت ظروف مختلفه سواء في الضغط او في درجه الحراره. بيعمل حاجه اسمها اختبارات العقامه ومأمونيه المنتج النهائي، ده بجانب
كمان حتى اختبارات جوده المياه المستخدمه في التصنيع وجوده الهواء. ده طبقا يعني لكل المعايير اللي وصف بها او الاوصف بها منظمه الصحه العالميه بالرقابه على جوده تصنيع اللقاحات. يعني ده يا فندم زي احدث الاجيال الموجوده بره في العالم عند الشركات الكبيره اللي بتصنع اللقاحات، ده احنا جايبين يعني اخر ما وصل اليه العلم في هذا المجال؟ بالظبط، يعني مش بس مجرد مصنع، لا حتى المياه وحتى الهواء، كل ما يستخدم في التصنيع هو خاضع لتوصيات منظمه الصحه العالميه. مجمع التبريد الكبير ده مطابق طبعا للمواصفات العالميه الخاصه بحفظ اللقاحات، ومراقب مراقبه الكترونيه لضمان التخزين الامن، وده اهم حاجه في عمليه الانتاج ان انا يكون عندي تخزين امن. فعلا بيخزن 150 مليون جرعه؟ 150 مليون جرعه، ده رقم كبير جدا، يكفي لتخزين 150 مليون جرعه، لان حضرتك لما الطاقه الانتاجيه تصل ل 3 ملايين جرعه في اليوم يبقى انا لازم يكون على الاقل عندي تخزين بهذا الحجم عشان اقدر احافظ على الجرعات الموجوده. ومن المفترض ان شاء الله انه مش هيقتصر فقط على انتاج لقاحات كورونا، لكن في حاجه مهمه قوي انه شلل الاطفال، انه ان شاء الله من المقرر ان يتم تصنيع جميع لقاحات شلل الاطفال بمختلف انواعها في مصانع المجمع فاكتيريا ان شاء الله. واحنا كمان خليني اقول لحضرتك، يمكن احنا عملنا اتفاقيه مبدئيه مع احدى الشركات الاوروبيه لتصنيع لقاح عندنا في مصانع 6 اكتوبر بخلاف شركه ساينوفاك في العجوزه، وان شاء الله يعني بالتزامن مع الانتهاء من المجمع مصانع 6 اكتوبر نكون ان شاء الله اتمينا الاتفاقيه بالظبط وانيناها. لسه مش عايز تقول لي برضه يا دكتور خالد الشركه اللقاح الاوروبي ده مين؟ مش عايز تقول لي لسه، يعني بقالي اسبوع يا دكتور خالد عايز اعرف الخبر ده. هنعرف كلنا قريب يا دكتور. يعني احتراما لسياسات الشركات مش اكتر، وبعد الانتهاء ان شاء الله من ان شاء الله وتكون حضرتك كمان يعني معانا يا دكتور. ده بعد اسبوع يا ده بعد اسبوع يا دكتور خالد يتم توقيع الاتفاقيه؟ لا ان شاء الله احنا قدامنا اسبوعين وننتهي. أيوة. من المصنع، من المصنع نفسه. أيوة. يتم يعني توقيع الاتفاقيه في وقت اقل او اكثر، ده حسب الاجراءات الخاصه بالجانب الاوروبي. بالجانب الاوروبي لكن ان شاء الله يعني زي ما قلت لحضرتك في اتفاق مبدئي، هي مساله اجراءات ان شاء الله تتم. طيب. كلها على خير. طيب يا دكتور خالد، يعني ما ينفعش حضرتك تكون معانا وما وجهش طبعا التحيه للمجهود المبذول في كل الاماكن اللي بيتم فيها تلقي اللقاح. الناس بقى عندها اقبال وعندها دلوقتي وعي اعتقد اكتر، وحضرتك اللي هتقول لنا بقى العمليه اخبارها ايه دلوقتي بعد ما اتكلمنا كتير في المساله دي، وازاي الناس دلوقتي بقى عندها هذا الحرص. ارض المعارض كمان شيء هايل جدا، كل التجهيزات والترتيبات والاستفسارات عن اي شيء موجوده. ممكن حضرتك تقول لي الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه مع عملية التوافد لتلقي الفاكسين، ايه اخبار الجرعات الحالية والقادمة؟ يعني خليني اقول لحضرتك احنا ان شاء الله في انتظار ان احنا نتلقى خلال ايام 1.9 مليون من لقاح استرازينكا من خلال مرفق كوفاكس. في ان شاء الله ايضا يمكن احنا تلقينا منذ ايام قليلة نص مليون جرعة من لقاح ساينوفارم الصيني. في ايضا يعني عدد من اللترات ليكفي لتصنيع حوالي 4.5 مليون جرعه او 5 مليون جرعه من لقاح ساينوفاك. ان شاء الله ناخدهم يعني خلال ايام ممكن ما تعديش 15 يوم. يعني في تدفقات جايه متتاليه ورا بعض. يمكن الساده وزاره الصحه اثناء زيارتها لجنيف التقت السيد سيس بيركلي رئيس التحالف الدولي للامصال واللقاحات، والحقيقه يعني هو اشاد بحاجتين بتقوم بيهم مصر. اولا يعني اتباع سياسه تنوع مصادر اللقاحات، والحاجه الثانيه اللجوء لسياسه التصنيع كاول دوله تعمل ده في العالم، للسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات فيروس كورونا. وقال انه في تحديات كبيره جدا بتواجه زياده الطلب ونقص في التوريد حتى المرفق الكوفاكس نفسه، وخاصه بعد ان في بعض المصانع في بعض دول العالم على ارض هذه الدول يعني احتكرت المنتج ومنعت خروجه لدول اخرى. وبالتالي يمكن احنا طلبنا عشان كده السيده وزيره الصحه اثناء زيارتها لجنيف ولقائها مع مدير عام منظمه الصحه العالميه طلبت
دعم المنظمه في اعتماد مصنع فاكتيرا للحصول على اعتماد منظمه الصحه العالميه لمصنع فاكتيرا، علشان ان شاء الله مع يعني توافد الانتاج وبدايه تحقيق الاكتفاء نقدر ان احنا نورد لمرفق الكوفاكس، وبالتالي هو بيساعدنا النهارده احنا لما نبقى قادرين على الوصول للاكتفاء المحلي نقدر نساعده علشان نشارك في سياسه توزيع اللقاحات بشكل عادل على مستوى الدول. طب دكتور خالد، الوزيره النهارده كانت اتكلمت ان وفد منظمه الصحه العالميه زار خطوط الانتاج في شهر ديسمبر الماضي، لو انا ما كنت في سبتمبر الماضي، هل ده فقط كان للعجوزه ولا كمان راح المجمع الجديد اللي في اكتوبر؟ لا حضرتك، هو طبعا المجمع الجديد في اكتوبر ما زلنا في جاري الانتهاء من خطوط الانتاج وتجهيزه. في كل الاجهزه، معظم الاجهزه سواء المعدات الطبيه او الكهروميكانيكيه وصلت، والسيده الوزيره وجهت بسرعه الانتهاء من المتبقي او من تشغيل تلك الاجهزه والانتهاء من تدريب جميع العاملين. لكن احنا عندنا الوفد الكبير الضخم سواء منظمه الصحه العالميه او وفد من الخبراء الصينيين اللي جالنا عشان يقيم خطوط الانتاج بمصانع شركه القبضه في العجوز، اشادوا بالتصميمات والانشاءات واشاد بجوده وكفاءه خطوط الانتاج. وده الحقيقه يعني الحمد لله بيعكس قدره الدوله المصريه على تحقيق الاكتفاء الذاتي ان شاء الله محليا من مصانعها، في ظل زي ما قلت لحضرتك الطلب المتزايد جدا في كل دول العالم. طيب اخيرا يا دكتور خالد، بالنسبه لمساله الفاكسين، يعني الناس اللي كانت عندها صعوبات يعني موافقه او مقبله على عمليه الفاكسين لكن عندها مشاكل، كان في تيسير وكان في تسهيل من وزاره الصحه، من ضمنها انه ممكن متقدمين في السن الناس تروح لهم، ايه كمان بيتم حاليا من خلال الاستطلاع ومن خلال البحث الجاري على قدم وساق لتلقي اللقاح اللي ممكن ان احنا نتحدث عنه الآن كيعني تفاؤل وبشرى للناس بالنسبة لعملية الفاكسين؟ خليني أقول لحضرتك، طبعا إحنا عندنا محاور عديدة بنشتغل عليها علشان نقدر نسرع في عملية التطعيمات للمواطنين، سواء محور زيادة عدد المراكز تجاوز 414 مركز على مستوى الجمهورية، بخلاف المراكز اللي على غرار أرض المعارض، وقريبا إن شاء الله نفتتح مركز اخر مثل مركز ارض المعارض بنفس الضخامه يكفي لتطعيم 10 مليون مواطن يوميا في محافظه الجيزه. عندنا ايضا العيادات المتنقله والقوافل اللي بتقوم بتطعيم كبار السن من اصحاب المعاشات، وبتكون موجوده عند مكاتب البريد واماكن صرف المعاشات. عندنا ايضا خدمه زي ما قلت حضرتك التطعيم المنزلي للغير قادرين على الحركه. يعني وده كله طبعا في الاخر مرتبط بتوريد اللقاحات وحجم التوريدات، لكن احنا زي ما قلت لحضرتك عندنا خطه توريدات. والحقيقه احنا كان عندنا يعني الحكومه المصريه كان عندها سياسه تبعتها في التطعيمات، مش بس التطعيمات المواطنين في المراكز ولا في المنازل ولا في القوافل، ولكن ايضا استهدفنا بعض المواقع الاستراتيجيه وزي او القطاعات الاستراتيجيه زي قطاعات السياحه، القطاعات الاقتصاديه والمصانع، زي قطاعات البنوك اللي فيها حجم كبير جدا من العماله، طبعا حفاظا على الاستثمارات وحفاظا على توافد السياحه. ويمكن حضرتك تشهدي الان محافظات تطعمنا 100% من العاملين في قطاع السياحه بمحافظات جنوب سيناء والبحر الاحمر، وجاري التطعيم في باقي محافظات الاقصر واسوان وبعض الاماكن السياحيه في محافظات القاهره. فخليني اقول لحضرتك احنا بعد ما وصلنا لده بقى عندنا الحمد لله يعني عوده الى حد كبير في حركه السياحه، كلنا ملاحظينها خاصه في المحافظات السياحيه زي محافظه جنوب سيناء ومحافظه البحر الاحمر. فالحكومه المصريه وزاره الصحه كان عندها استراتيجيه في التطعيم، وما زلنا حتى الان بنطعم في الاماكن النوادي الكبيره فيها مأموريات بتروح موجوده في نقاط تطعيم فيها. فمش بس المصانع ومش بس البنوك ومش بس قطاعات السياحه ومش بس الانديه، لكن بنستهدف هو اللي عايز لقاح يعني هياخده، يعني اللي بيسجل وعايز اللقاح هيلاقي اللقاح. تسهيل على المواطن في الحصول على اللقاح، والاماكن اللي فيها تجمعات واللي فيها حركه عماله كبيره بقى لنا هذا هدف اسمى ان احنا نوصل لهم عشان نقدر نطعم اكبر قدر ممكن. كل التوفيق يا دكتور خالد. دكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أخبار بكل تأكيد مهمة.